السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجود النهاردة علشان أجيب لكم شوية تفاصيل تخص السيارات اللي بتتباع بالتقسيط المباشر بعيدا عن البنوك وبعيدا عن المصاريف البنكية والمصاريف الإدارية، وبرضه العربيات دي مستعملة مش عربيات جديدة، فأعتقد سعرها هيكون مناسب شوية، لأن يعني أنتوا عارفين إن أنا يعني مستغلي بصراحة كل العربيات الزيرو اللي بتتباع حاليا في السوق بالارقام الخزعبليه اللي نازله بيها. فعشان كده الناس عماله كل فتره تطلب مني عايزين عربيات اسعارها قريبه شويه، اسعارها رخيصه، عربيات ياكلوا بيها عيش، عربيات يعني تبقى مناسبه للوضع الاقتصادي اللي احنا فيه. جايب لكم معايا النهارده مجموعه من العربيات. خلاص ان شاء الله الفيديو ده هنقسمه على جزئين عشان عندنا عربيات كتير. العربيات دي كلها موجوده في شركه محمد فهمي للسيارات. اي حد عايز يتواصل معاهم هيتصل على رقم 15208 عشان لو عايزين تعرفوا اي تفاصيل تخص التقسيط. انا مش عايز اتكلم كتير، لكن خليني افرجكم على العربيات. بس قبل ما نروح للعربيات، شركه محمد فهمي بتقدم عربيات مستعمله بالتقسيط المباشر، تستلمها في 24 ساعه، عليها ضمان 90 يوم بدون مصاريف اداريه، بدون تعقيدات بنكيه، وبدون اي حاجه فيها وجع دماغ. خلاص تعالوا بقى نشوف العربيات وبعد كده ايه نختم كلامنا. دي بقى يا سيدي عربية شيفورليه اوبترا. العربية دي 2023 على فكرة. العربية دي ماشية 40 كيلو متر بس، 40 كيلو متر بس. بصوا الصالون يا جماعة، العربية دي توب لاين ماشي، كاملة فتحة سقف. العربية الشيفورليه الاوبترا 2023 بمقدم 180 الف جنيه. تاني معانا اهو شيفورليه اوبترا تاني، بس دي 2021. اهي العربية اهي. ومركب لها ديفيوزر خلفي اهو، حساسات ركن. العربيه دي برضو توب لاين، افرقها على الصالون. ادي الصالون نظيف، ترى مالتي وشاشه وبتاع. الاوبترا ال 2021 ماشيه 100,000 كيلو، والعربيه دي المقدم بتاعها 148,000 جنيه. تاني شيفورليه اوبترا، بس دي بصوا فيها حته دقدقه كده على الكبوت. العربيه برضو فابريكا بالكامل، بصوا حتى باللزق بتاع الفابريكا اهو. العربية دي 2021، يا هو حكة بسيطة قوي في الاكسدام الأمامي. الفانوس الإشارة بتاع المراية في كسر، غير كده العربية زي الفل. تعالوا نشوف الصالون. العربية دي برضو كاملة فتحة سقف 2021، بس دي من غير شاشة. الصالون حالته كويسة. ترى مالتي فانكشن. الأوبترا 2021 ماشية 78,000 كيلو ونص، والمقدم بتاعها 150,000 جنيه.
شيفورليه اوبترا موديل 2020. بصوا بقى دي هنا حته كده في الكبوت، العربيه فابريكا بالكامل، بس برضو لازم افرجكم لو في اي حاجه انا واخد بالي منها زي مثلا حكه في الاكسدام دي. خلاص باقي العربيه هنا في حكه اهي كمان، باقي العربيه تمام. دي 2020 برضو حكه تانيه اهي، عايزه تلميعه بس كده بولش. العربيه دي توب لاين كامله فتحه سقف وفيها شاشه، الصالون بتاعها كويس، الاوبترا العشرين عشرين ماشيه 36,000 كيلو، والمقدم بتاعها 134,000 جنيه. العربية اللي موجودة معانا دلوقتي هي السوزوكي التو، العربية دي موديل 2021، العربية ماشية تقريبا 43,000 كيلو، عربية فابريكا بالكامل، المقدم بتاع الالتو 2. بص عليها برضو من جوه، هي العربية من جوه خلاص. السوزوكي التو ال 2021 عربيه عمليه جدا ومحندقه كده ومصاريفها بسيطه، العربيه دي مقدمها 76,000 جنيه. ودي يا سيدي برضو سوزوكي التو، ومفيش التو احسن من التو اهي. العربيه دي عربيه عمليه جدا على فكره، يعني انا مبسوط ان احنا هنا في عندنا كذا واحده، مش واحده بس، في كذا واحده. الالتو دي موديل 2016 عشان برضو تبقوا عارفين، عربيه فابريكا، صالونها اهو زي ما انتم شايفين، صالونها حلو على فكره. العربيه السوزوكي التو موديل 2016، العربيه دي يا سيدي ماشيه 95,000 كيلو، والمقدم بتاعها 75,000 جنيه، والعربيه فابريكا بالكامل وعليها ضمان 90 يوم. ودي برضو عربيه سوزوكي التو بس دي موديل 2015. بصوا بقى يعني موديل 2015 هتلاقوا مثلا فيها شويه حاجات معموله على البارد، حته مثلا الاكسدام ده مثلا عايز يتقفل كويس، بس برضو العربية لازالت فابريكا عشان برضو تبقوا عارفين، يعني رغم كل الحاجات يعني اللي انا بقولها بس العربية فابريكا. نبص كده على الصالون بتاعها، موديل 2015، والله صالونها نضيف برضو رغم ان هي 2015 يعني. سوزوكي التو موديل 2015، العربية دي يا سيدي ماشية 147,000 كيلو ونص، والمقدم بتاعها 67,000 جنيه ونص. شيري اريزو 5 موديل 2021، في بصوا هنا ايه كسرة هنا بسيطة خلاص، وفي هنا حكة في الاكسدام الامامي. عربية فابريكا بالكامل، لو فيها حكة ولا حاجة انا طبعا ايه بوريكوا يعني، عشان برضو ايه تبقى انت جاي للعربية عارف ايه اللي فيها اهو. ماشي، عربية كاملة فتحة سقف، ترى مالتي، الصالون اهو، صالونها نضيف قوي على فكرة، وفيها شاشة. اعذرونا طبعا التراب بس لان النهارده يوم تراب جدا، لكن العربيات يعني نظيفه
شيري اريزو 5. العربيه دي 2021، العربيه ماشيه 64000 كيلو ونص، والمقدم بتاعها 148000 جنيه. شيري اريزو 5 تاني، موديل 2020. معذرونا على التراب تاني، معلش احنا اسفين بس اليوم تراب جدا. العربيه ما فيهاش حاجه، يعني انا مش ملاحظ فيها اي حكه ولا اي خبطه ولا اي خربوش. موديل 2020 العربيه دي ما فيهاش اي حاجه. بص الصالون، صالونها نضيف، ترى مالتي اوتوماتيك طبعا. شيري اريزو 5 موديل 2021، ماشي 54000 كيلو، بمقدم 132000 جنيه. بكده نكون خلصنا الجزء الاول خلاص من العربيات اللي موجوده في شركه محمد فهمي للسيارات. سريعا قبل ما نقفل الفيديو، العربيات دي كلها والجزء الثاني والجزء الثالث والجزء الرابع، لان احنا يعني قاعدين مع بعض شويه لان في عربيات كتير، كل العربيات دي عليها ضمان 90 يوم بدون تامين اجباري بدون مصاريف اداريه، الاستلام في 24 ساعه واول قسط بعد 60 يوم. وعايز اقول لكم على مفاجاه حلوه كده، اتصل على 15208 عشان تعرف كل التفاصيل، واسال كمان على عروض رمضان. كل قنواتي الشرعيه على السوشيال ميديا شيل فياسر اون تراك. على فكره شركه محمد فهمي للسيارات موجوده في غمره، عشان الناس اللي عايزه تعرف هي فين. غمره في القاهره، غمره القاهره خلاص. ورقم التليفون 15208. شكرا واشوفكم يا رب دايما على خير. كان معاكم اخوكم في الله شريف ياسر اون تراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.